فجر حمودة بن رام حمدان، عمري 14 سنة. رسبت بالصف السابع، كنت أروح بطلت من المدرسة أدير أدور على شغل. قام الأساتذة بعتولوا لبابا إنه يرجع على المدرسة، وأنا في هاي المدرسة تعلمت العربي، كنت ضعيف القراءة والكتابة، تعلمت القراءة والكتابة بشكل جيد. وعندنا الرياضيات كان عليه صعب الجمع والطرح وهيك، فتعلمتهم. في نهاية العام الدراسي قرر بي بولندي طرح برنامج يسمى كاتش أب. الهدف منه استهداف الطلاب المتأخرين دراسياً واللي عندهم صعوبات في القراءة والتعليم العمليات الحسابية. طرحنا البرنامج من خلال منهاج قصير يستهدف مادة اللغة العربية والرياضيات، وكان في عنا كمان أنشطة الدعم النفسي اللي خلت الطلاب تندمج مع بعضها، صير عندها الخجل القليل نوعاً ما، الخوف، العزلة، صاروا الطلاب منسجمين مع بعضهم البعض، يتساعدوا يترافقوا. من خلال الدعم النفسي صار عندي أصدقاء، نطلع وندخل سوا ونروح نلعب طاولة مع بعض ونكتب سوا ونحل سوا. في نهاية هذا البرنامج لاحظت أنه ارتفاع مستوى الطلاب من الناحية القرائية، من الناحية الإملائية، من خلال العمليات الحسابية، وكل الفضل لبيبو الإنيد والبرنامج كاتش أب. بتمنى بالمستقبل انه اطلع استاذ رياضيات مشهور ويحبوني الطلاب هيك.